طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. الحرية لم تتحقق بسهولة وبساطة، هذه الحرية التي تعيشونها. قوم اتحرك يوم لن عجب بركت. هذه الحرية التي تتابعون أكبر مسؤول في الدولة، رئيس جمهورية ورئيس وزراء وغيره، وتحاسبوه على راتبه، كم يستلم من الراتب، ونقلل هذا الراتب ونضيف هذا الجانب. أنا شخصيا مطشر السامرائي وعارض إلغاء رواتب التقاعد مال البرلمان. تعرف ليش؟ لأن أنا إذا ألغى الراتب التقاعد مالي ومرتي وجهالي داحوا مثل ما هس الشعب العراقي البائس. هذه فرصة تاريخية للعراقيين جميعا أن يعطوا من إبداعهم في بناء هذه الدولة. أمامكم فرصة عظيمة، لا دولة مثلكم في المنطقة، لا دولة مثلكم أيها العراقيين. في المنطقة لا دولة مثلكم أيها العراقيون. أهلا بكم جديد أعزائي المشاهدين. نتحدث اليوم في هذه الحلقة حول دور السلطة القضائية في العراق. أنت كمواطن عراقي كيف تقيم السلطة القضائية في العراق بعد العام 2003 ولغاية اليوم؟ هل تراه مستقلا أم أن الأحزاب الكبيرة مسيطرة عليه؟ واليوم يدور حديث بأن السلطة القضائية في العراق تستعد كما تقول لخوض غمار حراك هو الأول من نوعه للتخلص من سلطة الأحزاب السياسية التي تسعى لفرض أجندتها على القضاء مستغلة نفوذها في البرلمان. وبحسب قاضي في مجلس القضاء الأعلى، فإن السلطة القضائية بدأت اتخاذ خطوات فعلية للتخلص من أي قيود قد تؤثر على عملها المهني كما يقول. وأكد في حديث لصحيفة العربي الجديد بأن هناك فقرات دستورية منحت الأحزاب الكبيرة فرصة التحكم بقرارات السلطة القضائية من خلال التعيينات، وتمكنت من خلالها من فرض المساومات لأجل التحكم بهذه السلطة. أوضح القاضي بأن السلطة القضائية تعمل حاليا على تشكيل لجان خاصة لإعداد مسودة سيتم عرضها على البرلمان تنص على الفصل بين السلطات. وأكد أنه ما يهم اليوم هو أن يكون عمل القضاء أو القضاء منفصلا بشكل تام، وألا تتدخل فيه أي جهة سواء في التعيينات أو بالقرارات الصادرة عنه. لفت إلى أن المسودة التي هي في طور الإعداد الآن ستكون حدا فاصلا بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. رجح القاضي نجاح هذا المسعى لما له من أهمية كبيرة كما يقول في تحصين السلطة القضائية من أي محاولات للتدخل فيها وفرض الأجندات السياسية عليها. من جهته قال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في تصريح متلفز بأن القضاء في العراق مستقل كما قال، لكنه يحتاج إلى التخلص من بعض النصوص الدستورية التي كبلته بإجراءات التعيين. أوضح بأن تعيين القضاة والمناصب العليا في المجلس يتم عبر البرلمان حصرا، وأضاف لاحظنا من خلال التجربة العملية بأن البعض يتدخل ويستغل ذلك من خلال رفض العديد من الشخصيات المهنية التي رشحناها لعدد من المناصب في المجلس. فقد اعترضت تلك الجهات داخل البرلمان على مرشحين المناصب وحاولت دون تعيينهم، وأكد بأن الرفض بني على مواقف شخصية وحتى سياسية. شدد زيدان على أن الحل الأمثل لتخلص السلطة القضائية من تلك القيود يكمن في تغيير النصوص الدستورية التي تسمح بتدخل الأحزاب بعمل القضاء.
يؤكد قادة سياسيون صعوبة نجاح هذه الخطوة. في هذا السياق قال القيادي الكردي النائب السابق محمود عثمان في حديث لصحيفة العربي الجديد بأن الدستور في العراق كتب بأيدي الأحزاب والكتل السياسية، وكان من المفترض أن يكتب من قبل القضاة ومن ثم يطلع عليه السياسيون، لكن في العراق تم ذلك بشكل عكسي، لذلك هناك مطبات كثيرة والقضاء مطلع عليها ويرى ضرورة تعديلها لأجل مهنية وسهولة العمل. أكد عثمان صعوبة إجراء هذه التعديلات، لكن من الممكن كما يقول بأنه يقترح مجلس القضاء الأعلى التعديلات على الكتل السياسية وإقناعها ومن ثم التحرك بهذا الإطار، فيما انتقد مسؤولون تأخر السلطة القضائية بتوجهها هذا، يعني بعد 16 عاما اليوم الجماعة يريدون يخطون هاي الخطوة، إلا أنهم كما يقول هؤلاء المسؤولون إلا أنهم لم يقللوا من أهمية الحراك الحاصل وحاجة البلاد له. وفي هذا الإطار قال عضو تحالف الإصلاح علي العامري: نحتاج لهذا الحراك رغم تأخره، القضاء في العراق يجب أن يكون قضاء مستقلا وحاسما وغير خاضع لأي جهة سياسية، وأعرب عن تأييده لهذه الخطوة والتوجه نحو تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات وتحصين المؤسسة القضائية. في المقابل تحدث خبراء منهم الخبير في القانون الدستوري معد العبيدي بأن الكتل السياسية استطاعت أن تتغلغل في تفاصيل المؤسسات كافة قاضية على مبدأ الفصل بين السلطات، ورأى بأن أي محاولة السلطة القضائية للتخلص من قيود الأحزاب باتت صعبة للغاية، خصوصا بأنها تحتاج إلى تعديل نصوص دستورية، لذا فإن الأمر غير ممكن من دون حصول توافقات سياسية حتى يتم المضي بها. لافتا إلى أن الكتل السياسية وضعت مطبا في طريق عمل لجنة التعديلات الدستورية التي شكلت بحسب المادة 142 من الدستور، وأوضح بأن الثغرة نصت على أن أي قرار تتخذه تلك اللجنة لا يتم إلا من خلال إجماع أعضائها، وهذا أمر صعب كما قال، بل مستحيل في البرلمان في ظل الخلافات والأجندات السياسية المتناقضة، لذلك لم يتم أي تعديل على الدستور ولم تحقق لجنة التعديلات الدستورية أي شيء رغم تشكيلها قبل سنوات عدة. إذن الحديث عن حراك لإصلاح القضاء في العراق بعد 16 عام يبدو أنه بعيد المنال في ظل الدستور الذي جاء به المحتل، ويعني فصل على مقياس الأحزاب السياسية التي هي من تختار القضاة في العراق. معنا اتصال أبو حسن من بغداد، فضل أبو حسن. السلام عليكم أخوي عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو حسن، شنو رأيك بالقضاء في العراق؟ أهلا بك. شنو رأيك بالقضاء في العراق بعد العام 2003 ولغاية الآن؟ القضاء فاسد من أساسه. نعم. يعني هؤلاء يعني تدبس النظام القضائي كلهم، يعني ماكو واحد من القضاة إلا ما رحم ربي، احتمال يعني إلا ما رحم ربي ما يأخذ فلوس، يعني يجي واحد معتقل إذا ما يطلب فلوس يبيده يحكم عليه براءة ويسجنه أو يعدمه أو يسوي له كل شيء. فالنظام القضائي كله فاسد بلا يعني بلا استثناء. نعم. البناء الباطل يجي باطل. نعم. برأيك إلى حل ينصلح؟ والله يا أخي لا، والله ما أعتقد. نعم. الشعب هو يعني اللي يعني يريد أساسه يظل متين وثابت، يدافع عن نظامه وعلى أساسه، بس إذا الشعب نايم ما أعتقد أكو بعد يعني زلم بالعراق، مع الأسف والله. يعني البلد هذا تدمر تدمير شامل، طلعت الأمريكان والعجم يعني كل العراق مآسي، يعني هو بغنى عنها. هم وعدوهم بالديمقراطية، يا يعني الديمقراطية القضاة اللي يحكمون بالعدل واللي الميليشيات تقتل بالناس والجوع والاضطهاد والناس اللي بالخيام مثل هذيلة. الله أكبر يا الله، يعني الناس بالبرد يعني أكو واحد عنده ضمير بيهم؟ والله ماكو ضمير.
لو عدى ضمير كان 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 بعد دمعت بنية طفلة تمشي في التلفزيون والله عم يعني حتى المبقى البرحم هم مصير بقى البرحم طفلة بالبرد. الله أكبر يا الله، الله إن شاء الله ينتقم منهم إن شاء الله. نعم هو الجبار. أنا أشكرك أبو حسن من بغداد كان معنا. طبعا القضاء في العراق معروف أنه متهم بالتسييس ومسيطر عليه من قبل الكثير من الأحزاب والأحزاب الكبيرة. يعني هناك ملفات فساد وخيانة وجرائم تطهير حدثت في العراق دون أن يلتفت إليها القضاء. في العام 2018 تسربت من مكتب رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي 31 ملف تتعلق بجرائم فساد مالي تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، انتهاكات بمجال حقوق الإنسان، جرائم تطهير عرقية على أسس طائفية وقومية، فضلا عن تهم خيانة عظمى يواجهها مسؤولون في العراق، كلها مركونة على الرفوف في المحاكم العراقية لأسباب سياسية بحتة يتورط فيها قضاة بارزون بضغوط من أحزاب دينية وأخرى كما جاء في التقرير أخرى كردية. يعني منذ العام 2003 ولغاية الآن لم يتمكن القضاء في العراق من رسم صورة إيجابية أو مستقلة له داخل الشارع العراقي. تهم التحيز لجهات سياسية دون غيرها ظلت مرافقة له على الدوام. كذلك ينسب له إدخال العراق في واحدة من أبرز المشاكل التي ما زالت تخيم عليه حتى الآن، وهي حكمه لصالح نوري المالكي عام 2010. كنا نعرف هذه الحادثة اللي صارت بعد انتخابات 2010. حكم القضاء الأعلى مجلس القضاء الأعلى للمالكي على حساب غريمه السياسي إياد علاوي من خلال تفسيره الفقرة الدستورية الخاصة بالانتخابات بأن الذي يحق له تشكيل الحكومة ليس الفائز في الانتخابات التشريعية وإنما الذي ينجح في تشكيل ما بات يعرف بالكتلة الكبرى داخل البرلمان. وفي هذا الإطار يعني كشف مسؤولون عن رصد كما أشرنا 31 قضية كبيرة مر على أغلبها سنوات عديدة وأكثر دون أن يحسمها القضاء رغم اكتمال أركان القضية واكتسابها كل الجوانب القانونية التي يجب توافرها، ومنها ملف سقوط الموصل، ملف سقوط الفلوجة، مجزرة جامع مصعب بن عمير وسارية، مجزرة سبايكر، مجزرة الصقلاوية، جريمة تفجير الكرادة، ملف سرقة الآثار، ملف تسريب الدولار إلى إيران، ملف المليار ونصف المليار دولار المحتجزة في بيروت، جريمة تفجير معمل النسيج في بابل، صفقة الأسلحة الأوكرانية، صفقة الطائرات الروسية، ملف المدارس الإيرانية الحديدية، ملف البسكويت الأردني، ملف توزيع قطع الأراضي السكنية الوهمية، إغراق قرى ومناطق أبو غريب والرضوانية أيام الانتخابات ومنطقة الصدر اليوسفية عمداً وبشكل متعمد لمنعها من المشاركة في انتخابات 2014. هذا بالإضافة إلى قضايا وجرائم خطيرة أخرى كجرائم التطهير الطائفية في ديالة وبابل وبغداد، العنصرية في كركوك، صلاح الدين، نينوى، ملف الاعتقالات العشوائية، ملف سرقة أملاك العراقيين منهم من المسيحيين في بغداد ونينوى وتحويلها إلى أسماء أشخاص آخرين منهم مسؤولين، فضلا عن ملفات كثيرة كان آخرها تزوير الانتخابات والتلاعب بأصوات الناخبين العراقيين. كل هذه الملفات لم يحسمها القضاء في العراق. معنا اتصال أبو عمر من السليمانية. تفضل أبو عمر. السلام عليكم دكتور عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا هلا بك. والله أنت قلت كل القضايا لم تحسم لحد الآن، ولم تحسم قسما بالله العظيم ولم تحسم. نعم. والله لو كان القاضي الشريف ما يقبل أن يشتغل تحت سلطة الاحتلال وتحت سلطة العصابات، يا ريت لو ذولا حق الحقيقة جايين بانقلاب الثورة على صدام حسين، لكن يجون على 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 البوستال الأمريكي دخلوا البلد وكلها راضية عنهم، وهذول القبض طبعا هم مسألة تعيين القبض يكون عن طريق الأحزاب، الأحزاب الشيعية وهذا اللي يخدم من السنة. والله احنا عندنا القضاء بالأكراد، هاي السلطة الإقليمية اللي تقوم بالواجب، لكن عندك بالمناطق
صار 10 ملايين تحقيق، ولا قاضي طلع قال يا فلان تحقيق نجحنا به من خلال القتل، السرقات، الرشاوي، الخطف، هذا يعني 99% وتسعة بالعشرة فاسدين، زين، وكلهم باطلين وكلهم عملاء لهذه الأحزاب، والواحد بالعشرة بالمية هذا مثل ما قال مشعل الجبوري جبان ما يقدر يطرق ما يقدر يحصل، فكل القضايا تحسن بالرشاوي. تأخير الإعدامات، مين يتم تأخير الإعدامات؟ يقول لك عسى ولا علم يطلعون أهل ناخذ في الدفترين ثلاثة أربعة ونطلق صراحة، خلي يكون بعلم الجميع، لأنه الإنسان الشريف ما يقبل أن يشتغل تحت سلطة العصابات، وكلها تعرض بها عصابات مرتزقة جايين، وغالبيتهم العظمى من الفرس، أسياد من الفرس، وغالبية القضاة الموجودين تلقاه هو بالأصل إيراني مسفر من العراق، نعم. الجبانيات كفروه جابوه سووه سيد وقفوني، كلهم كلهم انزمها من مدحت المحمود، مديحة محمود، انزمها من عبد الستار بيرقدار وغيره وغيره، هاي الأسماء الرنانة زين، ولا أنت تلقى واحد عربي أصيل، عربي أصيل، حتى وإن كان شيعي عربي شيعي أصيل، زين، أرجو أقولها صريحة الإحصار، زين، مثل ما يقولون لكم شيعة عرب أصلاء، أنا ما أقول لك لا، لكن ما تلقى واحد أصلا من العراق، كلهم مدعاة للخيانة وللعمالة وللنزالة من أجل أن يطلع. هو إذا ما يقوم بالواجب يطردوه، أحكي لك بصريح العبارة، إحنا عندنا بزمن الخلفاء الخلافة الأموية والعباسية، القاضي من يتعين لازم أن يكون عالم بالشريعة، فما أدري هذول بيا شريعة يحكمون، بشريعة المجوس، بشريعة اليهود، بشريعة الصهاينة، الصليبيين، بيا شريعة أنتم تحكمون، على أي أساس يجي يذب والله الدستور هو اللي يقيد القضاء، ما أنت اللي سويت الدستور. زين أبو عمر، إذا القاضي لا يعين إلا بموافقة الأحزاب السياسية في داخل البرلمان، شلون راح يكون القضاء؟ طبعا راح يكون عند من اللي يعينه، زين أحكي لك إياها صريح العبارة، لأن أرواح الناس أموال الناس بيده، أعراض الناس بيده، إذا هذه كلها راحت الأموال والأعراض والأرواح راحت راح تروح خلال هذا القضاء الفاسد العفن اللي لحد الآن ما طلع لنا وقت قتلنا يومين اسمع والله يبنوا 3000 واحد 4000 واحد شنو هذول والله فاسدين زين وينهم هذول وينهم ارجع اعرف وينهم هذول يا قضاء اللي حكمهم يا اللي اخذ اموالهم صادر اموالهم المنقوله احنا بزمن النظام السابق كانت الصرف الموجود بالدوله حتى وين كان بعثي كان من يسرق اموال من الدوله تصادر اموال المنقوله والغير منقوله حتى الحرامي هو اللي يصادر الأموال المنقولة والغير منقولة للشعب العراقي وبيقوم بتهريبها علني 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 زين وبتأييد من المراجع كلهم مشتركين هاي المراجع الفارسية أنا أحييها المراجع الفارسية بحيث لك أنه ناس اصطيحها من العراق والله حياكم الله وأريدكم ما تقصرون بعد يا المراجع الفارسية اللي استطعتوا أن تضحكون على عقول الناس أنتوا أسياسكم طول الفرق جيتوا وضحكتوا على شعب يدعي إنه علاقة قوية وطيدة معهم هي العلاقة الدينية. أنا أشكرك أبو عمر من السليمانية كان معنا اتصال أم أزهار من بغداد نفس التساؤل أم أزهار اللي طرحناه في بداية الحلقة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شلون تشوفين السلطة القضائية في العراق بعد العام 2003؟ السلطة ما عندنا احنا لا سلطة ولا قانون لأنه كلهم بالقانون مندسين إلى الأحزاب كلهم مرجعهم إلى الأحزاب وطول ما هم منتمين إلى الأحزاب فما لا توجد عدالة لأن هذول الأحزاب هم هذول زمرة إجت إلى هذا البلد لتخريب هذا البلد هم عصابات من 2003 إلى هسه لا حاكم ولا حكيم يحكم لو أكو حاكم يحكم بعدالة كان هاي السجون مملوءة مو كلهم متهمين كلهم أبرياء كان حاكمه والأبرياء وطلعوهم وكان صفوا الناس الموجودة مدة تموت بالسجون ماكو لا قانون ولا حكومة ولا دولة ملتهين يخربون ملتهين يبوقون وملتهين بقتل الناس والجرائم
الجرائم المتراكمة، جرائم دا نسمع يومية جريمة في بغداد والمحافظات، ويومية الناس ضايجة من نفسها قامت تقتل نفسها هي، هالقد ما كآبة صارت عند الناس، صارت أمراض، أمراض مزمنة بالكآبة من هذا الوضع الموجود، لأنه كلهم قاعدين بطالة عطالة، لا 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 أكل لا شرب ولا شيء، جوع أكو جوع وأكو كل شيء أكو بهذا العراق العظيم اللي كان. لكن هذول متمتعين بأمنا، هذول متمتعين بكل ما كان البلد به، على أي أساس؟ أنا دا أشوف بس يا أنتوا البشر، هل الإسلام أنتوا العراقيين الموجودين، هالشباب هالناس اللي هسه دا الناس اللي قاعد تعترض بالقنوات الاخرى، والناس اللي يقولون احنا جياعه، زين انتم لما احسن ما تقولون احنا جياعه واحنا تعترضون على هالحكومه، اتفقوا وصيروا ايد واحده من الشمال للجنوب، وابدا والله العظيم مثل الجراديه يصيرون يشردون، والهجوم على الخضراء وقتلهم وتسليمهم مثل ما سلبونا ومثل ما قتلونا ومثل ما هدموا أولادنا ومثل ما هدموا بيوتنا ومثل ما كل نفسيات الناس الموجودة هنا، نفسياتنا كلها كل النفسيات تمرضت، الناس كلها تمرضت أصلا، لا مستشفيات مع الأوادم، لا تعليم مع الأوادم، لا صحة مع الأوادم، لا كل شيء ماكو، كل شيء هدمه، شو يردون بعد، شنو أكو، وبقت بس النفط هم راح يخلص وراح هذه، بس أستهم هذا الشعب لمتى يبقى نايم، لمتى يبقى متخدر، لمتى ما ينهض، لمتى ما شوية يشوف وعي يزل وعي، الناس دمدت العقول، هذول أهل العمايم اللي قاعدين يطلع لي يقول إيران جارة، يا جارة جارة السوء، هذه إيران تنتخب من عندنا من 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 نعم. العراق لإيران 8 سنوات احنا نقتل شبابنا، فهي جاية اللي تهدم هذا البلد وانتقاما لهذا البلد. نعم. وانا اشكرك. انا اشكرك ام ازهار من بغداد كانت معنا. مبروك للإمارات، يقول في رسالة على واتساب، يقول عمل السلطات القضائية هو الفصل بين سلطات الدولة ككل، لكن في العراق المساومات في هذه السلطات هو أس الفساد بأكمله، تجد من يتحكمون بالسلطات هم الفاسدين من الحكومات المتعاقبة وغيرهم كثير من يفرض السلطة والسطوة والنفوذ، لذلك وجب إخضاع هؤلاء للمساءلة القانونية من هذه السلطات التي يتحكم بها هؤلاء الطغمة السارقة الفاسدة. رسالة أخرى من أبو شهد من بغداد يقول فيها السلام عليكم، يقول يا أخي العزيز، العراق دولة تديره الأحزاب الفاسدة المتمثلة بمجموعة من السراق والعصابات والميليشيات التي تقتل وتخطف وتنهب خيرات البلد، فهل من المعقول يظل هذا أو بظل هذه الحقائق أن يكون لدينا قضاء نزيه؟ طبعا كلا، فهم الخصم والحكم قضاء فاسد للأسف تتحكم به هذه العصابات تحت مسميات العدالة والنزاهة والبرلمان، هم كلهم لصوص استولوا على البلد، فعلى العراق السلام. نعم، رسالة أخرى من علي البرزنتي يقول فيها إذا كانت المحكمة الاتحادية أعلى سلطة قضائية في الدولة تأخذ أوامرها من خامنئي حتى تفسر الدستور على مزاجه، فكيف بالقضاء أو بالقضاة الصغار الذين كل قاضي منهم ينتمي إلى حزب وميليشيا؟ يقول القضاء في العراق هو قضاء المرجعيات والميليشيات، يا شباب العراق المحبين للحياة والبناء لا تخدعكم المرجعيات، فهي سبب التخلف والفقر، فبلدكم فالبلد غني، أنتم من حقكم أن تعيشوا كباقي شباب العالم بعز وكرامة، وتوحدوا واتركوا المرجعيات والأحزاب. نعم، مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة والتي خصصناها حول دور السلطة القضائية في العراق بعد العام 2003 ولغاية الآن. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. تحدثنا قبل الفاصل حول أهم الملفات التي يعني ما زالت معطلة لغاية الآن، وأشرنا إلى أن هناك 31 ملف مسؤولون في من داخل مكتب رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي تحدثوا فيها، منها سقوط الموصل ومنها تهريب الدولار إلى إيران وملفات أخرى. معنا اتصال، طبعا القضاء لم يتخذ فيها أي إجراء قانوني، وهي ملفات متكاملة الأركان كما أشرنا موجودة لدى القضاء في العراق، ولكن لم تتخذ أي خطوة تجاه هذه الملفات المهمة والحيوية في البلد. معنا اتصال أبو علي من كربلاء، تفضل أبو علي. السلام عليكم أستاذ عمر. الله السلام إن شاء الله. حياك الله يا أهلا بك. الله يحفظك يحفظ كل كادر القناة. أشكرك، آمين يا رب. اللهم احفظ العراق، آمين. اللهم واحد كلمتهم، اللهم ألف بين قلوبهم. أستاذ عمر والله واحد ما أدري مين يقدر يتخلى عن الوطن. أعز من الروح، أعز من الأهل، أعز من المال، أنا أشوف عندي وعند كل الخيرين. أستاذ عمر والله إحنا بمصيبة. حتى هاي الحلقة ما تكفي لو أريد أحكي، والله ما أدري شرد أقول أني. أقول اللي هذول اللي سووا الدستور والقانون كل مصيبتنا احنا من الدستور، مثل جلال الدين الصغير وهو حمودي وهذا الصافي، ولا بيهم خبير قانوني، بس الخبير القانوني نسيت الصهيوني. وقبل لا يتصوت عليه وزيرة الخارجية الأمريكية ذيك السوداء قالت راح يتصوت عليه، وأكثر الشعب العراقي ما صوت عليه. أستاذ عمر المصيبة إحنا العراقيين كنا نعرف ماكو شيء يعني عدالة إذا مو القاضي، إذا مو يكون من جهة، ولازم إلى إيران أو إلى كردستان، لأن الكراد والشيعة هم اللي سووا الدستور. وإذا كل واحد يحكي منهم بالخصوص الأخوة الكراد وقال لك المادة 40 والمناطق المتنازع عليها، والدستور مو المشي ولا طب الحسين، يعني هو هذا الدستور اللي يقول العراقي لو من أم إيرانية، العفو عراقية لو أب عراقي. شنو أنت وين؟ أنا أذكر دستور إيران بعد الثورة مالتهم 23 سنة يلا سووا الدستور، أمريكا 26 سنة تأخر يلا سووا الدستور، وإحنا بين ليلة وضحاها. أتذكر الدستور العراقي شاركوا لبنانيين ومصريين وخبراء عراقيين ومدري كم دولة ومن المتحدة ومن الجامعة العربية بإشراف يلا سووا الدستور. إحنا جماعة كم واحد معمم كل شيء ما يعرف، بس الحياة والنفاس مع احترامات والوضوء والصلاة والصوم، احترام لكل عنده أي عقيدة. بس يا جماعة الخير هذا الدستور وهذا القضاء، هو الوزير إذا صار وزير وإذا صار مدير لازم يدفع كذا مليون دولار حتى يصير. ليش؟ لأنه ولا مو للعراق ولا مو بالربعة. وأنا عندي عتب بس على الشعب العراقي، يا عراقيين يعني إذا شان فد واحد إذا يفتر في مكان فالدائرة لو 100 سنة ما راح توصل. أنت تدري ذولا يخدعونك وتدري ذولا كذابة، يعني كل العمل سنة شيعة كراد ذولا كلهم بس يفكرون برواحهم، ما يفكرون بالعراق، ودور فلوس هناك أي بلد، وبعدين إحنا واقعين بها إلى متى؟ والله يا قلبي ينعصر، إلى متى إحنا؟ ليش؟ مشردين والناس ميتة، قالت الأخ اللي اتصل، ليش إحنا قاعدين ببيوتنا وذولا بالبلد والحر؟ ليش؟ أصلا ما حد يجيب الإعلام، هذول اللي قاعدين بالخيم ما حد يجيب، هلا والله ليش ما حد يجيب طاريهم؟ ما كان شيئا لم يكن، إلى متى؟ وبالخصوص أنا ناشد إخواتنا الشيعة. نعم زين، القاضي أبو علي، القاضي اللي إجا ودرس وأدى اليمين وحلف يمين إنه يمارس عمله بكل نزاهة. زين إحنا اليوم يعني إذا رئيس المجلس القضاء الأعلى فائق زيدان يقول إنه تعيين القضاة والمناصب العليا في المجلس يتم عبر البرلمان حصرا، يعني عنده واسطة ومنتم الحزب يتعين كقاضي، اللي ما عنده واسطة ما يتعين أصلا، ما يمكن لا يقبل في معهد القضاة.
هذا الوضع اللي من العام 2003 ولغاية الآن، يعني إذا القاضي أوكي هناك أمور كبيرة يقول لك ما يقدر لها، زين القاضي اللي موجود في مدينة موجود في محافظة ما يشوف إنه هاي السجون أكو سجون مليانة ناس أبرياء، يجي يقولهم يا با تعالوا جيبوا الملفات خلينا نحسمهم، إذا مذنب يطلع، إذا مذنب يحكم، إذا بريء يطلع. ليش كل هذا التهاون من قبل القضاة في العراق؟ مو مشترينهم أستاذ عمر، مشترينهم. أمير علي عليه السلام يقول الحق أن تضع الشيء في محله. يا أخي حتى ذاك أن يعرف بعض القضاة الطيبين، ولكن هددوهم وشردوا القاضي حتى يتهدد عشائريا، يتهدد حزبيا. نعم. القاضي اللي صدر على هذول اللي جماعة اللي قتلوا هذا الدليمي اللي مسؤول الجواز جوازات بابل. نعم. هذا حكم على هذا اللي كان من بدر قتله، السبب دفعوا بيته وشرد من العراق وهسه بالأردن. نعم. هذا القاضي بس يعني إذا تحكم ما تقدر، يعني استقوائية أحزاب طبعا ما يصير. إحنا ما نقول العراقيين وحتى بهم قضاة بس ما يوصل. هذا هذا شو اسمه محمود أصله إيراني، زين الربع ما يفكرون بينا، العتب على العراقيين. إحنا ما يصير برأس الخير ولا نتوقع نكون مثل باقي البلدان إذا بقت هاي الدولة أو شرعت. وبعدين حتى ذول الدولة إذا راحت العراق انباع، لا نفط لا أرض برانة حروب كيك تلشي كل من برا هذول الجراثيم اللي لازم احنا نزيحهم يحشون باسمنا. وانك انتخابات وانك قانون وان صارت انتخابات، لو انتخابات شلون جابوا عادل عبد المهدي؟ يا جماعة الخير ما تفكرون بأولادكم، لا تكون أناني ابن البصرة بعضهم يطلع ويطي شهيد على مود مي وانت ساكت، لا عاد يبقى كيابة خلهم مرتاحين وانا مشلوع قلوبنا. شلون انت باكر محاسبة امام الله حبيبي؟ طلت عليك وانا اشكرك ابو علي من كربلاء كان معنا اتصال. ابو عبد الله من لندن، تفضل ابو عبد الله. السلام عليكم ورحمه وعليكم الله وبركاته. السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. تحيه لك ولقناه الرافدين والساده المشاهدين. حياك الله يا اهلا بك. الله يحييك اخي عمر. الله عز وجل يقول واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، وفي ايه اخرى الله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى. يعني أخي عمر، يعني هم الآن يعني يدعون مرجعياتهم مرجعية إسلامية، ويعني الإسلام يعني يأمر بالعدل، وشيخ الإسلام يقول إن الله يؤيد الدولة الكافرة العادلة ولا يؤيد الدولة المسلمة الظالمة. فنحن نرى صورة وصوت مظالم من 2003، مظالم كثيرة في العراق، مظالم يعني نرى المتتبع الأحداث السياسية واقع العراقي واقع مؤلم جدا جدا جدا. فيأتي همام حمودي ويطلع ويعني على أساس هو معمم ورجل دين يقول أنتم العراقيين أنتم ما في دولة مثلكم تستطيع محاسبة أكبر مسؤول في الدولة، تستطيع محاسبة رئيس الجمهورية. ونرى يعني الآن المخبر السري، يعني نرى يعني كيف يعني هم صارت هناك فتنة طائفية وهناك اختلاف عقائدي. كيف يعني هل معقول يعني هم يقولون الشيعة أغلبية والسنة أقلية ويعطون نسب يعني مضحكة جدا. النسبة يعني الشيعة يقولون نحن 65% مرات 85%، فكيف يعني أخي عمر 98% من السجناء من أهل السنة فقط 2% من الشيعة، هل هذا معقول؟ يعني معناته ان الشيعة ملائكة. ونرى يعني مثلا قيس الخزعلي يطلع ويقول هؤلاء الاحفاد من اولئك الاجداد، فمفروض هذا الشخص يجب ان يعاقب. اذا هناك قضاء عادل هناك حكم عادل يجب ان هذا يحرض على الفتنة على القتل. وعندما تقرا الموروث الاسلامي امام عمر نعيد ونكرر يعني عاقب مسلم صحابي، يعني ارسل الى عمرو بن عاص في مصر قال انت وابنك تاتي هنا الى الخلافة، فعاقب إلى النصراني واحد فقط تعرض إلى اعتداء بسيط، لم يتعرض إلى 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 تعذيب شديد وإنما إلى إهانة بسيطة. النصراني بقى في قلبي، فإمام عمر قال للنصراني أخذ العصا، نادى عمرو بن عاص
قال أضرب رأس أبي قبل لأن ابنه ضربه. قال لماذا ابنه ضربني؟ لماذا أضرب أبوه؟ قال لأن استغل سلطة أبوه واعتدى عليه. فقال وقال لعمر بن عاص مقولة الشهرية: متى استعبتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فهؤلاء المتخلفين أعداء إمام عمر بن الخطاب، عمر الفاروق العادل الذي كان لا ينام يتجول إذا كان هناك الظلم. فنرى يا أخي يعني حتى في لندن قبل أيام كاتبين هنا، يعني حتى في لندن في هذا البلد الديمقراطية كاتبين، وممكن الناس يعني يشوف في وسائل التواصل الاجتماعي كاتبين لعن الله عمر. فكيف يلعنون أمير المؤمنين؟ أعوذ بالله. وعمر بن الخطاب متزوج أم كلثوم بنت فاطمة، متزوج بنت علي وهو من أهل البيت، وإمام حسين أولاده كان من أحد أولادي القتل الشهيد اسمه عمر وأبو بكر. فإمام حسين لو كان يقتل عمر يعني قصدي ما في قضاء عادل يا أخي عمر، هناك فوضى وتخبط. نسأل الله العفو والعافية. آمين. أنا أشكرك أبو عبد الله من لندن كان معنا. رسالة يقول فيها: أخي صار 16 سنة شفت سارق لو قاتل، لو قاتل تحاسب لو سجن. أشو هو الحاكم أخي؟ البلد ما بي قضاء، فهذه غابة وليست دولة. رسالة أخرى يقول فيها، يرسل تحيات يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول آني وكل شريف العراق نشكر أبو علي على إخلاصه وقوله لكلمة الحق. طبعا يعني الملفات اللي تتعلق بالمسؤولين الكبار في الدولة وقيادات سياسية شيعية كانت وسنية وكردية متورطة بشكل مباشر في هذه الملفات اللي ذكرناها. مثلا ملف سقوط الموصل وحده والمجمد من قبل القضاء تسبب بمقتل وإصابة ما لا يقل عن ربع مليون عراقي واختفاء نحو 40,000 آخرين، فضلا عن الدمار الهائل الذي قدر بنحو 90 مليار دولار في مدن شمال وغرب ووسط البلاد، عدا عن تهجير قرابة 6 ملايين عراقي داخل البلاد وخارجها، ويأتي ذلك فيما يواجه المالكي ونحو 40 مسؤولا آخرين بينهم قيادات عسكرية تهم الخيانة العظمى والفرار من المعركة خلال اجتياح تنظيم داعش العراق. إلا أن القضاء لم يفتح أي من تلك القضايا ويرفض من الأساس التحدث للصحفيين بشأنها، كما أن السياسيين يتحاشون التصادم مع القضاء خوفا من كسب عداوته وبالتالي الإيقاع بهم كما حصل مع آخرين السابقين. يعاد حزب الدعوة بزعامة المالكي المتهم الأول في التدخل في السلطة القضائية من خلال التأثير في قراراتها أو حتى تعيين القضاة والتدخل بتنقلاتهم بين المحافظات. وفي هذا الإطار تحدث مسؤولون في العراق لم يذكروا أسماءهم عن أن 70% من القضاة والمسؤولين في مفاصل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية خاضعون بشكل أو بآخر لحزب الدعوة. معنا اتصال أبو أيسر من تركيا، تفضل أبو أيسر. الله يسعدك أستاذ عمر، حياك الله يا أهلا بيك. أهلا وسهلا بك. خير الحمد لله. احنا نطلب من قناتكم الشريفة يعني إذا أكو قضاء عادل ونحكي على القضاء، يعني حقوق العسكريين التقاعدية. نعم نعم أبو يعني أيسر. أكو إخواننا الشيعة عودوهم للخدمة، الأغلبية منهم يعني. نعم. ومن يروح من واحد من أهل السنة يريد يعود للخدمة ما يعودوا، يعني يقولوا له تحاربت إيران. هو منو ما حارب إيران؟ كل المؤسسات وكل الجيش المهني دفاع عن وطنه يعني دافع، بس هاي حقوق يجب أن تعطى. نعم. إحنا نطالب من قناتكم الشريفة يعني يسوون برنامج لحقوق الجيش السابق ومؤسسات الدولة، يعني هذول موظفين ما عايدين هم الرئيس الهرم، هذول موظفين دولة يأدون واجبهم ويطلعون. نعم. فاللي ما أدري يعني شرد أقول القضاء. أبو أيسر شوف القضاء من عام 2003 ولغايتها، أنت ذكرت هذه نقطة مهمة أن هناك مظلومية من قبل كافة المراتب في الجيش العراقي السابق، هناك قطع رواتب، هناك إيقاف رواتب إلى آخره. القضاء بشكل عام شو تشوفه؟ أستاذ عمر 8 سنين يعني أكو متقاعدين عسكريين من 2003 إلى 2010 يلا أعطوهم تقاعد. نعم. يعني هاي 8 سنين حوالي 8 سنين أكلوها.
وهي حقوق 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 يعني عسكرية يعني حقوق ناس. يعني أنا والله عودت أخواننا الشيعة للمؤسسات العسكرية والمؤسسات الأمنية وأهم شيء أهل السنة، بس مو صوتهم، صوت السياسيين السنة وصوت رئيس البرلمان. يعني أنتوا من انتخبكم؟ هم انتخبوكم جماهيركم المناطق السنية، ليش ما تطالبون بحقوقهم؟ ليش؟ ما أدري. نعم، إذا على الانتخابات الأخيرة 18% ما حد شارك حول هاي الحقوق. نعم، سألتك شلون تشوف القضاء بشكل عام في العراق؟ أبو أيسر من تركيا كان معنا، انقطع الاتصال. طبعا يعني مظاهرات 2015 كنا نتذكر بأنه طالب المتظاهرون بإصلاح القضاء، والمطلب طبعا ليس بجديد، لكن يعني زاد منذ ذلك العام عام 2015 في العاصمة بغداد وأمام مبنى مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية، ورددوا شعارات مناوئة للقاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية أعلى سلطة قضائية في العراق، واتهموه بالتواطؤ مع حزب الدعوة رغم التأكيدات المستمرة لمدحت المحمود الذي يشغل المنصب منذ العام 2005 بأن القضاء الدستوري في العراق حافظ على التطبيق السليم كما يقول الدستور، ويؤكد برلمانيون ومسؤول في الدولة وكذلك أكاديميون وحقوقيون بأن القضاء سجل انتهاكات دستورية ومجاملات كثيرة لصالح الأحزاب المتنفذة والحاكمة، وأبرز الملفات المهملة دون إنجاز هو ملف حقوق الإنسان. معنا اتصال أبو محمد من الديوانية، تفضل أبو محمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا بيك. شلونك أستاذ عمار؟ خير، الله يسلمك. أهلا بيك. الله يسلمك، تحياتي لكم. الله يسلمك كريمة طبعا. حياك الله. شلون نشوف السلطة القضائية في العراق؟ شلون نشوف أدائها، أداء القضاة، السلطة بشكل عام؟ كلها يعني بالعامة يعني مسيسة وتابعة للأحزاب، أكيد هاي تدرون بي بعد، وتدرون بعد هم اللي تابع المالكي اللي رئيس القضاء. نعم. اللي هو أكبر عنصر، هو اللي هو من أتباع المالي. نعم، تدرون تبدي. فإحنا عندنا هنا يعني جالسين يعني شغلات قضائية بالديوانية، يعني شغلات تصير تنسد بالفلوس، يعني شلون تسد بالفلوس؟ نعم. إذن شنو؟ فالقضاء مسيطر عليه من جهات ومن الأحزاب، يعني تقدر تشتري أي جريمة، هسب أي جريمة تشتريها بفلوس، يعني تقدر. زين انت قال فلوس مش ما تدفع، راح تدفع لنا يعني تدفع لك لواحد محامي تدفع، لا لا، القضاء جاي اخذ يعني يرتشى. فهاي يا اخي احنا ندري بها السالفه، والعراق يعرفون كلهم، مثلا كلهم يعرفون. السلام عليكم. عليكم السلام. كلهم يعرفون. فاحنا ايش نقول؟ نقول هذا يعني شيء مسيس وتابع للاحزاب، وتدري بهم اكثر شيء هم اللي عند حزب الفضيله. حزب الفضيله هو اللي يوم يحكم اللي يسيطر بالشارع اليوم، اللي كانت وزارة العدل هي اللي هم مسيطرين عليها. نعم، فيا أخي القضاء العراقي مسيس ومتحزب، يعني متحزب، ماكو عندنا مستقلين ولا عندنا ناس يعني مستقلين من غير حزب، كلهم حزبين، والعراقيين يدرون بعد. فيا أخي هاي شيء واضح، هذا يعني بدون ما نتكلم عنه ونقول احنا القضاء بالعراق مسيس ومتحزب وتابع للأحزاب. وتحياتي لكم طبعا، شكرا جزيلا لكم. انا اشكرك ابو محمد من الديوانيه. طبعا كما اشرنا انه الملفات اللي ذكرناها ابرز يعني 31 ملف منجزه، الملفات منجزه بشكل كامل وتم التحقيق مع بعض المتورطين فيها، ليس الرؤوس الكبار، كما اشرنا مثل سقوط الموصل، سقوط الفلوجه، الرمادي، تفجير الكراده، التفجير المعروف بسيطره بابل، مجزرتي الصقلاويه وسبايكر، ملفات الفساد اللي تتعلق بصفقات السلاح الروسي المبرمة في فترة حكومة المالك السابقة، تهريب الأموال، قضايا فساد تهم فيها وزير التجارة الأسبق والقيادي في حزب الدعوة عبد الفلاح السوداني، تم إلقاء القبض عليه وسلم نفسه، وراها فترة شمل العفو وطلع. لكن القضاء لم يتخذ أي إجراء فعلي بحق هذه القضايا، ويعد المالكي أكثر من أثر على المناصب القضائية الحساسة في البلاد، وأبرزها مجلس القضاء الأعلى، أخطر هيئة قضائية وأعلى سلطة قضائية
هيمنة عليها بشكل مباشر على مفاصل الدولة الرئيسية، فضلا عن الوزارات الأمنية في ذلك الوقت والعسكرية والخدمية والبنوك والمؤسسات النفطية وغيرها. ومن خلال ذلك تمكن حزب الدعوة من تصفية معظم خصومه السياسيين من بوابة القضاء، كما في حالة طارق الهاشمي نائب الرئيس السابق والذي أدين بالإعدام، ومن قبله ليث الدولمي، وبعد ذلك تم الإفراج عنه بصفقة سياسية، عبد الناصر الجنابي، آخرون كثيرين من السياسيين. يعني أي واحد لا يتناغم مع السلطة في العراق إن كان نائب ولا وزير ولا مسؤول، وأي يعني خلاف يصير بيناتهم يطلع عليه ملف، والقضاء يزرع عليه مذكرة إلقاء قبض، وربما يصل إلى الإعدام مثل ما ذكرنا في حالة طارق الهاشمي. إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها حول دور السلطة القضائية في العراق بعد العام 2003 ولغاية الآن. الأخوة المتصلون أجمعوا على أن السلطة القضائية مسيسة ومسيطر عليها من قبل الأحزاب الكبيرة وخاصة حزب الدعوة في العراق. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.